بلش نهاره مع الزهور؟ أكيد لا، واليوم قررت بلش نهاري بطريقة كتير مختلفة. شوفوا شو عملت. حضرت هالشتلة وبدي ازرعها بالأرض. رح أطلب من بيلي يساعدني، بس مش هلا لأنه الكل بعده نايم. بدكم نوعيهم كلنا سوا. يومي صباح بكير نهارنا بفانفار. جاهزين؟ أكيد جاهزين. وبتعرفوا بشو منبلش؟ مزبوط، بالرياضة. وكتار من الأطباء صاروا يوصفوا الرياضة كجزء من علاجهم. ليش؟ لأنها أساسية، حتى أنه أثبتت الدراسات أنه الرياضة بتساعد بإزالة الاكتئاب. لكن شو ناطرين؟ خلينا نبلش نهارنا بكل فرح وبكل نشاط. أكيد ميلاني، شربل، كارلا، جينيفر، داني، كيتانا، بول، كلنا سوا رح نحضر حالنا لأنه بدنا نبلش رياضتنا الصباحية وبكل نشاط. ومناخد نفس عميق من منخارنا، منكب النفس من تمنا. كمان مرة، نفس لجوا لبرا. رح نبلش نحرك رقبتنا من الشمال عاليمين. كمان مرة، شمال يمين. أوكي، شمال يمين. وهلأ رح نبرم راسنا على فرد ميل، بنطلع على ميلة الشمال وبنطلع على ميلة اليمين. كمان مرة، من ميل لميل. رح نرسم سيركلز براسنا، يعني منحرك الرقبة على شكل دائرة. نبرم نبرم. أوكي، ورح نغير ميل على تاني ميل، نجرب نفس الشيء. هلا رح نمد إجرينا لقدام ونعلي إيدينا لفوق، ظهر جالس والركب كمان. عم نعمل مثل كأنه نحن ساندويتش.
سكرنا الساندويتش، رح نفتح الساندويتش ونحط بقلبها جبنة وخضرة كتير طيبة، ورح نرجع نسكرها مرة جديدة. يامي، خلوا ركابكن مشدودين. هلا رح نركع كلنا سوا على ركابنا، ورح نعمل بظهرنا مثل البسينة ومثل الحصان. اوكي، الكات بسينة بتعمل ظهرها مدور، اما الحصان بيعلي راسه لفوق وبكون ظهره على شكل مقوس. كمان مرة بسينة، حصان. هلا عم نعمل مثل كأنه نحنا نفق أو تونيل. تونيل كتير كبير. شدوا إجريكم، رح نقعد كلنا سوا على المات ونلعب لعبتي المفضلة البايسيكل. أوكي، مين بيسبق عادة منكم؟ لكن لازم تسرعوا أكتر أكتر أكتر. واو، بالبيت عم تشتغلوا كتير منيح، برافو. بعد حركوا إجريكم. أوكي، هلأ رح نقعد لنعمل ستريتشين من ميل عميل. جرب ندق إيدنا بالأرض، تاني ميل كمان، كمان مرة منبدل. أوكي، صرتوا كتير شاطرين وقوية. نفس عميق، هيك بنرتاح كلنا سوا. حاسين حالكم نشيطين؟ وأنا كمان. مايس، كورن. بفان فارم عنا حيوانات كتيرة، وهيدول الحيوانات هن ثروة لإلنا. مين وصل؟ يه بيلي، شو بك؟ فوت فوت. ايه في قط؟ اكيد، تفضل. بيلي شو بك؟ ليش هيك زعلان؟ عطل عن العمل، عطلوني عن العمل. فاني لحظة 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 بيلي، هيئتك كتير زعلان ومزعوج، طول بالك. خلص، طيب حيواناتك ما كنت هلا عم تبرم وتهتم فيهم؟ عصبت مني فاني، وانا انه ما بقى بتضايقني اهتم بالمزروعات والحيوانات. شو بدي اقعد اعمل كل النهار؟ انا لا شغلي ولا عملي، انا ما بعرف اعمل شيء غير اهتم بالمزرعه. خلص 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 بيلي، ما تزعل. ايه رح تزعلنا كلنا معك. خلص، انا وكل اصحابنا رح نتوسط لك مع فاني لترجع تردك على شغلك. فيك؟ في. ايه، وما بدي هيدا وودي هو يضل عم بيهتم بالحيوانات وخصوص الارانب تبعولي، ويروح يجزر على الحصان ويتمشور وانا قاعد هون. خلص. اليوم بتحكيها. خلص اليوم بحكيها. هلا تطول بالك. أوكي. اليوم بحكيها، بس اذا هلا بعتت وودي ما بقى فينا نعمل شيء. خلينا نشوف وودي لوين رايح، وانا بوعدك وقت اللي بفوت لعنده على المطبخ رح احكي معه. انا بفرجيك. بوعدك. اوكي، ميرسي. قرب عالطيب، قرب وذوق الدرا. شو طيب؟ أطيب شي بهالدنيا عرنوس الدرا، بس المشوي. ولو شو ما صار بدي كفي هالعرنوس. بس قبل، في خبرية كتير مهمة عن الدرا لازم تعرفوها، ومن بعدها منرجع على الأكل. والدرا هو من أهم المحاصيل الزراعية، إن كان من ناحية الطعمة أو الشكل أو حتى الفوائد الغذائية. وإذا شفنا عرنوس الدرا من جوا، شو ممكن نعمل؟ أكيد البشار. أما بالنسبة للأهمية الغذائية، فبيجي الذرة من بعد الرز والقمح. والذرة مثل كل الفواكه والخضرة، في منه أنواع عديدة. ومن أهم الصناعات الغذائية تبع الذرة
هي طحين الذرة يلي منه فيها نعمل السميد، وما فيها ننسى أبداً زيت الذرة. والذرة كل نوع منه بينزرع بمناخ معين، بس أهم شيء لنمو صالح للذرة هن بحاجة كلهم لتربة طينية، ومثله مثل كل الفواكه والخضرة هو بحاجة للري من أول نهار زرع لحتى الحصاد. لنحصل على محصول منيح من الذرة لازم نهتم فيه للوقاية من الأمراض ومن الدود. وهلأ صار وقت كف العرنوس، ومن بعده بنرجع على الشغل. فاني، أنا جايبة موضوع كتير مهم وبدك تسمعيني للآخر. شو جوال؟ قبل شوي كنت قاعدة أنا وبيلي وعم بحكي أنا وياه بيلي ما بدي أسمع شي عنه. فاني قلت لك بدك تسمعيني للآخر، مش معقول هيك، حرام، زعلان كتير. ما بيهمني، أنا أخذت قراري. طيب طيب، هلا ما رح شارعك أكثر عن هذا الموضوع، بعدين عم نحكي أنا وياك. بس شامي ريحة درع عندك. حلو كتير شكل الدرة، شفته لوودي هو عم بيشرح لنا شو حلوة هالخصلة اللي بتكون نازلة من عرنوس الدرة. ايه كتير حلو الدرة. واليوم جوال عملت أول شي سلقت الدرة، بدي أحط له شوية زبدة وملح وبيكون خالص، وحط البفتيك على النار وكل شي جاهز تقريبا. يامي، طب يلا عم حطي لهم شوية زبدة وملح بيصيروا جاهزين. أنا بحب كتير آكل درة مع زبدة وملح. ما في زبده. ما في زبده؟ لا ما بدي اقول. بلا بلا، بيلي بيلي لا لا لا، بيلي كثير سريع بيوصل هلا على بيوصل على السوبر ماركت بجنب. جوال خلينا عيط له. ما بدي بيلي، بجيب لك اياهم بسرعه. اصولا جوال زبده مش كثير منيحه، فينا نستغني عنها هلا. هلا دغري غيرت رايك، هلا كيف بدك؟ ما بدي بيلي. بدك بيلي او ما بدك زبده؟ الاثنين. مش معقول مش معقول.
طيب اوكي، رح ننسى الزبده ورح ننسى بيلي لهلا. طيب كان عم ياكل عرانيس مشويه وودي يامي، وكان عم بقول له انت كمان بتحبي تاكلي معه عرانيس مشويه. يا ويلي مش مصدقه، خلص هلا الغدا نطلع انا وودي نقعد نحط منقل وناكل درا مشوي. طيب وانا وبيلي رح نعمل نفس الشيء، رح نحط منقل وناكل انا وياه درا المشوي. مثل ما بدكم. ما رح نوصل لمحل اليوم معنا فاني. طيب فاني، ريحه حلوه كثير عندك، وخبرتينا انه عم تحضري لنا شيء مع الذره، وبعرف انا انه من الذره بيعملوا زيت، مزبوط؟ صح، بيعملوا زيت اسمه زيت الذره، وكثير بيقطع بمراحل الذره تيوصل ليصير زيت. اول شيء ينضغط بابا، بيرجع بينعصر ترى، بيرجع بيتكرر تيصير هيدا الزيت اللي بنحبه نحن كلنا، وزيت النقي. اوكي، زيت نقي، زيت ذره. بس انا بعرف كمان انه في غير انواع من الزيوت مصنوعه من الخضره او من الفواكه مثل جوز الهند وغيرها كمان. صح. وكلها كثير منيحه لإلنا، بس ما لازم نكثر منها لانه بتنصح. مزبوط. طيب انا شامه ريحه حلوه كمان غير الذره، بس ما بعرف شو عم تعملي هون. عم بسلق بفتيك. هيدا هو الغدا اليوم؟ ايه، اليوم كثير حلو الغدا. طيب هلا شوفي شو رح نعمل. رح نفرجيكم انت واصحابنا كيف فينا بهيدا البلا اللي بدنا نعمله الطبق. رح نحط بفتيك وبطاطا بيوريه، مايس مع الجزر المسلوق. أوكي. ونعمل فيه شكل كثير حلو. جزر وبطاطا. طيب اتفقنا، هات لنبلش. رح نبلش. اول شيء بطاطا بيوريه. مزين الجقاط. ايه، خليني انا ساعدك، انا بحطهم وانت بتحضري شيء ثاني. اوكي، رح نجرب نعمل بالجزرة شكل قلب. أول شيء نطلع فيها هيك للجزرة، منقدر تقريبا كيف بده يكون القلب، منشيل شقف من فوق. رح أمد بطاطا بكل الصحن تقريبا. أوكي جوال، شلنا هون شقفة، منجلسها من هون كمان من تحت، من تاني ميلة تتصير شكل قلب. وهذا القلب فينا نقدمه لبيلي؟ لا. مش معقول، ما بتنسى أبدا أبدا. شفتي شو حلو القلب يا جوال بالجزر؟ كتير هين، مهضوم كتير. أوكي، هلأ بهذا شكل القلب انا عملت قبل شوي كذا وحده، بس حبيت هلا فرجيك كيف عملته. عملتيهم؟ اوكي اتفقنا. رح اعمل، خلي محل هون، هتحطي شوي بفتاك بعدين. مزبوط، بس تيستووا يمكن ما بدهم وقت. بعد بدهم شوي. اوكي، بتعرفي انا بحب كل شيء يستوي على الاخر، مش هيك ناخذ وقتنا بالبفتاك. اكيد. رح اعمل شكل ورده. اوكي، بالجزر وبالذرة. لكن انا رح نحط الجزرات كذا وردة، رح أعمل حط بعضهم طلع شكلهم كثير مهضوم. ورق النعنع يلي حطيتيهم هونيك ويلي ريحتهم كمان كثير قوية وحلوة، رح تعملي فيهم ورق الزهرة. مزبوط. في حط أنا الذرة؟ أوكي، بدك تحطيهم. دي ملح أعملي معروف. تكرم عينك. ميرسي. أوكي. أي أول زهرة. نعمل قد ما بدنا زهر وقد ما بيساع. صح. ثاني زهرة هون. نجيب النعنع. هيدا النعنع. خليني أنا كمان أساعدك. أوكي. رح كفي أنا أعمل بعد وحدة. نعملها هون. مهضومة. أصحابنا بحبوا كتير يتسلوا مع أهلهم بالبيت ويزينوا الصحن، وهيك بيتشهوا ياكلوه وما بخلوا شي. مزبوط، أحلى شي على الطاولة يكون الصحن مزين. صح، وأهم شي نخلص الصحن يلي بيكون قدامنا، لأنه ما لازم نخلي بصحوننا، في كتير ناس فقيرة ما عندها أكل لتاكل، ونحن لازم نخلص كل الصحن. مزبوط، حبيت كثير. هلا وقت اللي بيستووا البيفتاك بنحطهم معه. اتفقنا؟ اتفقنا.
5 épis de maïs plus 4 épis de maïs égale 9 épis de maïs. 5 عرانيس درة ناقص عرنوس درة بيساوي 4 عرانيس درة. مشاكل بيئية بلبنان وبالبلدان العربية عم بتهدد عالمنا، ولازم نحن نوعى ونبلش نوعي كل اللي حولنا لنهتم أكثر ببيئتنا ونحافظ عليها. وا معك حق جوال، لازم كلنا سوا نساعد على حل كل مشكلة. معك حق، اليوم رح أحكي عن مشكلة كثير مهمة واللي هي كب النفايات بأماكن مكشوفة ومش بمعامل مخصصة وحرقها كمان. ياك ما تذكريني، أنا وجاية على المزرعة شفت جبل زبالة. هو مش بس هذا الجبل، في غيره كتير وللأسف موجودة بمناطق سكنية وضررها مش بس بالريحة الكريهة يلي بتعبي المكان، كمان هي بتسبب بأمراض كتيرة. معقولة في حدا يقدر يمنعهم؟ حدا يقدر يمنعهم؟ بكل البلدان المتطورة بيعملوا شيء اسمه إعادة تدوير، بقسموا أنواع الزبالة، الإزاز وحده، الكرتون وحده والورق كمان، وبمعامل متخصصة بيرجعوا بعيدوا تصنيعه، وهيك صار في كتير توعية بالمدارس والشركات، بس نحن عنا بهالبلدان بعدهم حكي، بعد ما عم بيتطبقوا. يعني المشكلة بعدها موجودة؟ مزبوط المشكلة موجودة، بس نحن فينا نوعي كل أصحابنا ونخليهم يبلشوا يغيروا عاداتهم، لأنه هيدا الشيء عم بسبب بأمراض مثل ما قلت لك، أولادنا عم بيتنفسوا هوا مش نقي وبدل الأكسجين عم بشموا ريحة بشعة. على أمل أنه هالمشكلة تنحل ويصيروا كل أصحابنا حتى بالبيت يقسموا الزبالة ويودوهم لإعادة التدوير، أنا وياك خلينا نفرح لهم قلبهم ونرقص ونغني. De ma maison, parfois je me baladais. Quelle que soit la saison, en pleine nature je m'évadais. Un jour je vis de loin une drôle de poule qui dansait. Elle chantait ce refrain et m'invita à m'éclater. كبت مهضومي كبت غنوجي كبت بتغني صوتها العالي كبت قوي كبت زكية بترقص بنشاط وحيوي كبت للدجاجة كبت للدجاجة ارقص معكي شو عبالي جرب مرة هيدي الرقصة ورح بتشوف كيف وحدك رح بتعيدا. Whenever you feel bad and your heart is little sad, there's only one way to make your pain go away. Sing and dance with me and you'll surely be happy. Stand up where you are and move your body like a star. Cocotte la poule, cocotte la poule, c'est bien toi la plus cool. Cocotte la poule, cocotte la poule, chante et danse dans la foule. Cocotte la poule, cocotte la poule, fais comme elle, tu te défoules. Et tu verras tous tes amis t'imiteront en dansant ce beau refrain. ما تنهم وضلك اضحك على طول، وهيدا هو الأهم، تغني وترقص بالحقول. وإذا شي نهار حسيت بقلبك حزن ودموع صغار، ما تتخبى بالبيت، غني وارقص ليل نهار. Because my friend, hand in hand, we'll stay together till the end. Dance and shout, turn around, let's all dance to the sound. Got my friend, show us the move, let's all dance to the tune. Join us all, dance along, move your body, shake it to the song. Cocotte la poule, cocotte la poule, c'est bien toi la plus cool. Cocotte la poule, cocotte la poule, chante et danse dans la foule. Cocotte la poule, cocotte la poule, fais comme elle, tu te défoules. Et tu verras tous tes amis t'imiteront en dansant ce beau refrain.
ما في شيء. معقول؟ هيدي الرسمة أنا أخذتها من الميل بوكس قبل ما جويل تعرف، خليني أفتحها ونشوفها أنا وياكم. شو حلوة هالرسمة، مرسومة بالتلوين المي. شفتها لجويل، خليني أخبيها، خليني أخبيها قبل ما تجي. تريكسي مش معقول، في شيء كثير غريب. مع إنه كانوا الرسائل كثير كتار اللي عم بيوصلوا لنا على البرنامج، بس فتحت الميل بوكس وفاضي، ما في شيء. ما في شيء جويل أكيد؟ أكيد، بس شو هالنظرة الغريبة؟ ليه عم تضحكي؟ رح فرجيكي شي، عملت لك سيربريز. فتحت الميل بوكس قبلي، واو حلوه كثير هالرسمه وملونه بتلوين المي. مزبوط. طيب تريكسي، انا بعرف انك انت بتحبي كثير التلوين، في انواع كثير من التلوين مش مزبوط فيها نستعملها؟ مزبوط، في الاكريليك، في الجواش، وفي كثير غيرهم. انا رح جرب فرجي اصحابنا كذا نوع من التلوين موجود هون معنا، وانت بهالوقت رح تقولي لنا شو رح نشتغل. شو رح نعمل؟ رح نعمل اليوم قلم على شكل كورن، يعني درة. أكيد. أوكي، أنا بهالوقت رح فرجيهم كل أنواع التلوين وأنت بلشي بالتحضير. أوكي. رح نرسم على كرتونة صفرة شكل مستطيل بس شوي مبروم على الجوانب. أوكي، رح فرجيهم بهالوقت تلوين المي. بهذا التلوين تلونت الرسمة اللي رح تشوفوها بآخر الفقرة. جوال، نعم. انا بعرف انه هون عندنا باسو، يعني ريشه مخصصه للغري، صح؟ فيك تجيبي لي اياها؟ اكيد، بس رح فرجيهم بهالوقت كمان لاصحابنا هيدا التلوين اللي هو القواش. بدك ريشه الغري، هيدي الريشه اللي بس بنستعملها للغري. مزبوط. ليش بس بنستعملها للغري؟ لانه ما فينا نستعملها لغير شيء، دغري الريشه بتنشف، لازم نخصصها بس للغري. اتفقنا. لكن انا رح احط غري على الكرتونه تبعنا. وهول كمان انواع مختلفه من التلوين، في عنا جواش وفي عنا كمان تلوين بالزيت، يعني بانتور الويل. حلوين كتير، في الوان كتيره. شو بعد فيه؟ اوكي، هيدا الاكريليك. رح تيجي تساعديني جوال؟ اكيد، من ورا ما رد كل الاغراض على محلها. في هالريش الحلوه كمان، كل القياسات. شفتوا الريش كيف بيكونوا؟ مزبوط، واكيد نحن فينا نرسم نحن وقاعدين بالمشغل، يعني بالوركشوب، وهيك نرسم تابلويات حلوه كثير وبكون عندنا كل البانتور حدنا. مزبوط، نحن رح ناخذ كريبون اصفر، يعني هيدا نوع ورق. نعم، ونقص شقفة صغيرة منه. صح. بتعرفي تريكسي، في ناس كتير بتحب ترسم هي وقاعدة بالطبيعة. مزبوط، هيدا الشيء كتير حلو، غير ما نرسم بالمحترف تبعنا فينا نرسم بالطبيعة. صح، معك حق. رح ناخد هيدا الكريبون ونعمله بإيدنا دائرة. أوكي، على شكل طبيعة صغيرة. أنا رح أحضر لك كم وحدة وانت بلشي لزقي. بديك ساعديك هيك بتكوني عم تحضري شيء ثاني بهالوقت؟ يلا انت بتلزقيهم كلهم وانا بعمل الليف. اوكي، يعني الورق. بنجيب بابيي كريبون لونه اخضر، ناخذ شقفه منه، رح ارسم عليها انا تارجع اقص. الشغل بالكريبون شوي صعب لانه بينخزق بسرعه، مشان هيك لازم تكونوا كتير دقيقين. بنجيب هيدي الكرتونة منلزقها على الكريبون الخضرة. اوكي، بعد بدهم وقت لينشفوا، بس انا جربت اسرع شوي لانه اصحابنا بالبيت بحبوا يتعلموا كل شيء وبسرعه. لزقها بالغري كمان. لزقت لانه اوريدي كان في شويه تلزيق عليها.
ورح نجيب قلم. قلم؟ اوكي. نلزقها عليها. شو مهضومة هالفكرة؟ بتعرفوا كيف بدنا نلزقها عليها؟ يمكن لازم نفوتها مثل ما فوتيها هون بقلبها هيك بيثبت القلم مضبوط. خليني ساعدك. اوكي. بين وحدة. اوكي. وهيك بدنا نلزقها. ولازم نستعمل كرتونة صغيرة من ورا لنلف عليها. مزبوط. خليني احط لك غرق. هيك القلم رح يثبت من جوا الكرتونة لتنلف. انتبهي على الوراق. بدها وقت لتنشف خاصة تلزيق الغرق، مش مزبوط تريكسي؟ مزبوط. لازم نتركه تقريبا 10 دقائق تينشف. اوكي. وهيك بنلفها، وقت اللي بتنشف بتصير مثل هاي. حلوة كثير. طيب أنا رح خليك تكتبي اسم أنجيلا كامل، لأنه هي اللي بعثت لنا هالرسمة يلي حكينا عنها قبل شوي، ومثل ما قلنا ملونتها بتلوين المي، مهضومة كثير. هيدي رسمة فولكينو، يعني بركان كبير. حلوة كثير هيدي الرسمة، أكيد شي متعلمته بالمدرسة. ثانكيو لإلك أنجيلا. أنتو كمان بعتوا لنا رسماتكم وأشغالكم اليدوية على عناويننا يلي موجودة قدامكم على الشاشة. توصلنا وأنا وتريكسي منشوفها بالفانفان. Wiggle your arms from side to side. Wiggle and statue. Turn your hips all around. Turn and statue. Move your head from side to side. Move it, statue. Shake your shoulders in and out. Shake and statue. Viens danser, sois pas têtu. Suis Joël Despas. Quand tu entends dire statue, ne bouge surtout pas. Allez, tous ensemble. Tournez les coudes des deux côtés. Tournez, statue. Bougez les pieds et sautillez. Bougez, statue. Bougez les doigts, bougez les genoux. Bougez, statue. Tapez des mains, sautez des pieds. Tapez, sautez, statue. We will all play with Joël. Hold the trees like me. When you hear the statue yell, how still can you be? Encore une fois les amis. Wiggle your arms from side to side. Wiggle and statue. Bougez les pieds et sautillez. Bougez statue. Tournez les coudes des deux côtés. Tournez statue. Bougez la tête de gauche à droite. Bougez statue. Viens danser, sois pas têtu. Suis Joël Despas. Quand tu entends dire statue, ne bouge surtout pas. Votre dernière chance. Shake your shoulders in and out. Shake and statue. Turn your hips all around. Turn and statue. Bougez la tête de gauche à droite. Bougez statue. Tapez des mains, sautez des pieds. Tapez, sautez statue. أصحاب فان فارم عندهم ميزات كتيرة ومواهب كمان، كتار منهم بيتمتعوا بأكتر من موهبة، وفي منهم بحبوا يبعتولنا فلومة على فان فارم. نحنا نعرضهم كلهم ببرنامجنا، هيك أنت وأنا منتعرف على أصحاب كتار لإلنا. اليوم عم نتعرف على ماري جو باغد. ماري جو عمرها 11 سنة وهي بترقص هيب هوب وكمان تلعب بيانو. 7 سنين رقص درست و6 سنين بيانو لهلأ. ما بتخاف من شي، قلبها كتير قوي، بتحب المحلات اللي كتير عالية وبتحب تعمل اكستريم سبورتس. وقت اللي بتكبر بتحب انه تشتغل بعالم الموسيقى. ماري جو صار وقت نتفرج عليكي، وبدي اذكركم انه هي اللي ألفت هيدي الغنية يلي عم بتدق على الأورج وعم بتغنيها بنفس الوقت. Put your hands up.
منكم هذه هي فقرتهم المفضلة لأنه بتخليهم يفتشوا كتير منيح على معلومات كتيرة ليحذروا الجواب. اليوم كمان عنا سؤال لإلكم وأنتم عليكم تحذروا الجواب. سؤالنا: شو هو مصدر زيت القلي الأكثر استعمالاً بالعالم؟ دوار الشمس أو الذرة أو جوز الهند؟ جاوبوا على هالسؤال وابعثوا لنا أجوبتكم على عناويننا ونحن رح نقول لكم مين الرابح. ما تنسوا بأسرع وقت ممكن جاوبوا عبر العناوين اللي عم تقطع قدامكم على الشاشة ونحن منعلن عن الرابح. انتاتش هي الفقرة اللي كتار منكم بحبوها كتير. ليش؟ لأنه من خلالها بيقدروا يشوفوا حالهم ببرنامجنا وأصحابهم كمان بيقدروا يشوفوهم عم بيشاركوا ببرنامج فان فارم. اليوم صورتنا هي صورة تيا عطية. تيا بعتت لنا صورة مهضومة كتير لإلها مع كناغي، وكمان تيا مش بس اتكلت على التكنولوجيا، حبت تبعت لنا إياها بالبريد. شوفوا شو وصل لي من تيا. هيدي صورة تيا، كمان كاتبت لي كل المعلومات. كاتبت لي إنه كل يوم الصبح بيغني لأغاني حلوة كتير الكناغي، وبتقول إنه هو أكيد من فصيلة العصافير. بتقول إنه الذكر بغني أحسن من الأنثى وبياكل حبوب، وتقريباً بعيش بين 8 والعشر سنين، وهي صار لها سنتين تقريباً عندها هالكناغي بالبيت. وبنقدر نعرف عمره للكناغي بواسطة إجري. حلوة كتير، وبتقول إنه بتنظف له كتير منيح القفص كل جمعة. برافو عليك يا تيا، نحن منشجع كل أصحابنا إنه يهتموا بالحيوانات يلي عندهم بالبيت مثلك، ومنشجعهم كمان يبعثوا لنا صورهم لأنه هيك فينا نعرضهم بفان فارم. بسرعة أيدوا العناوين وبعثوا لنا صوركم. Il s'appelle Doudou.
يمين كتير طيبين. اللي كل الحلقة عبالي أكل بوب كورن وهلأ عم باكل بوب كورن على كراميل كتير طيبين. عملنا مشوار بالمزرعة، عملنا رياضة، التقينا بيودي وفاني وتريكسي وتعرفنا على مواهب أصحابنا. بس هلأ صار وقت مشوار من نوع تاني، مشوار على عالم الحكاية. سوا رح نسمع قصة جديدة من قصص ليال، بس عند ليال ممنوع الأكل. وصار وقت القصص. يا هلا، شو حال بيتك يا ليال؟ طب بسيط، ما بتحبي تطلعي لعندي؟ اكيد بحب، وبحب اكثر شيء قصصك، لانه كل ما بسمع قصه بنام وبحلم احلى الاحلام. خي لكن اسمعي، كان يا مكان قصتنا لليوم حقيقه ام خيال؟ خيال. غريب كيف من وقتها ما بلش عرنوس الدرة يكبر صار كل يوم يزوروا الغراب ويسالوا عن صحته وعن احواله، حتى انه عرض عليه يساعده اذا احتاج لاي شيء. زعجينك الوراق بشيلهم عنك؟ طيب لما بينشفوا ويصيروا زعجينك قل لي، مع انه من اسبوع واحد بس لما كان بعده العرنوس زهره الغراب كان يطير من حده بلا ما يسلم عليه ولا يقول له مرحبا. شو صار تتغير الغراب؟ ما بعرف. استغرب العرنوس لكنه فرح بهالصداقه، لانه من زمان عباله يتعرف على الغراب الذكي واللي ما في شيء ما بيعرفه. تخيلي لما ما قدر يكسر الجوزه قرر يستعمل كل ذكي ويعمل المستحيل تيكلها. جرب كتير طرق وبالآخر حملها وطار فيها صوب الطريق العام، حتى على الطريق وبقي ناطر لحد ما مرقت سيارة على الجوزة وكسرتها. ساعتها أكل الغراب بلا ما يتعذب. شو ذكي! شفته؟ كتير كتير ذكي الغراب. عرنوس الدرة كان فخور بصداقته الجديدة، ولكن كل عرانيس الدرة اللي أكبر منه حذروه من الغراب وقالوا له انتبه ما تصدق كل شي بيقلك ياه، وخبروه كيف الغراب له بالعادة يغش العرانيس الصغيرة تياكل منها كل الحبوب الطرية ويتركها ويفل. حزن العرنوس من اللي سمعه ولكن ما صدقه، قرر يتحرى عن الحقيقة بنفسه. صار يراقب الغراب من بعيد بانتباه، وفعلا كل كلمة قالوا له إياها عن صديقه طلعت صحيحة. أوف. فكر العرنوس وقرر يتغلب على الغراب، بس كان بده يتغلب عليه بطريقة ذكية. من هيك لما إجا الغراب يزوره تأهل فيه العرنوس وقال له لك كيفك؟ مشتاق لك، شو أخبارك؟ وينك مختفي؟ ضحك الغراب وقال له بلاقيك كتير مشتاق لي. ليه؟ شو صار بغيابي؟ ما صار ولا 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 شيء. يا ويلي شو زهقت أنا وناطرك، ليش تأخرت؟ أنا لما المزارعين يكونوا بالحقل ما بقرب. ليش؟ بتخاف منهم؟ أبداً، بس ما بحبهم. ليش بعد ما شلت عنك الوراق مش زعجينك؟ ابتسم العرنوس وقال له لا بعد بكير، لأنه صار يعرف أنه كل هم الغراب يوصل للحبوب ويكلون. ابتسم كمان لأنه لقى الحل، رح يتنكر بزي المزارعين وما يعود الغراب يجرؤ يقترب من الحقل. وهيك صار. تاني يوم لما علق المزارع قميصه وبرنايته يعني القبعة تبعه على غصن الشجرة شجرة التفاح، طلب العرنوس من أصدقائه عصافير الدورة يساعدوه يلبسون. عرانيس الدرة ضحكوا كتير لما شافوا رفيقهم بهالمنظر. مرقت الأيام والغراب ما عم يجرؤ يقترب من الحقل، وبيوم بهب هوا كتير قوي، خاف العرنوس ما الهوا يطير التياب عنه وطلب من رفاقه يغطوه بأجسامهم. اختفى العرنوس تحت وراق أصدقائه العرانيس. من هيك لما طار الغراب من فوق الحقل فكر أنه المزارع فل أخيراً، غط بفرح ونهم كان كله أمل لأنه كان له زمان مش آكل درة. ولما فتح من إيده تياكل أول حبة قفز العرنوس المتكر من تحت الوراق، طار
الغراب هو وعم بيصرخ من الخوف. شو كان عم بيقول؟ يا أمي يا أمي يا أمي ما تضربني ما تضربني، خلص خلص فليت، ما بقى عيدة ما بقى عيدة. هيك بيتعلم. بهاللحظة هب الهوا وطير البرنيطة عن العرنوس وصاروا كل اللي بالحقل يضحكوا. فهم الغراب أنه العرنوس اكتشف نقطة ضعفه وأنه انفضحت نوية السيئة وبينت الحقيقة. فهم الغراب وانزعج كتير كتير لأنه انصاب بكبريائه، هو اللي مشهور بذكائه. يقع ضحية مقلب؟ من وقتها ما عاد قرب من حقل الدرة، مع أنه العرنوس بعده لهلأ بيتمنى لو الغراب بيجي يزوره لأنه بحب رفقته. بس الرفقة من طرف واحد مش رفقة حقيقية، والصداقة ما لازم تكون مبنية على مصلحة إنما على الصراحة والمحبة الحقيقية. خلصت حلقة فان فارم. أنا كتير زعلانة لأنه فاني لأول مرة بتنام هي ومخينقة هي وبيلي. على كل الأحوال رح أجرب أرجع صلحهم. نحن بهالوقت ما بقى فينا نطول، لازم ودعكم وبقلكم بشوفكم بالحلقة اللي جاية. باي.